السلام عليكم. النهارده هنستكمل مع اللاب الثالث الاكسل، وهو اللوجيكال فانكشنز ان مايكروسوفت اكسل. احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان الاكسل فيه مجموعه من الدوال اللي بتسهل عليا اجراء العديد من العمليات الحسابيه والاحصائيه، ثم بعد ذلك ان احنا نعرف نعمل رسوم مختلفه عشان تتعامل مع البيانات بشكل افضل. النهارده هنتكلم عن اللوجيكال فانكشنز او الدوال المنطقيه. المقصود بالدوال المنطقيه اللي هي مجموعه من الدوال اللي هي يا بترجع لي ترو اور فولس، المنطق اللي هو يا حاجه صح يا حاجه غلط. تحديدا هنتكلم عن اربع دوال، احنا هنتكلم عنهم تفصيليا، ولكن خلينا كده ناخد نبذه مختصره عن كل داله. في داله اسمها الاند، ودي من اسمها واضح، اند يعني وي. فهنا الدالة دي مش هترجع لي ترو إلا لو كان كل اللي أنا بديهوله ترو. أنا عاوز مثلا آكل whatever أكلة معينة بطاطس، وعاوز آكل أكلة تانية whatever فراخ and so on. أنا عاوز دي ودي ودي، فعشان الشرط بتاعي يبقى ترو، عشان أنا أبقى مبسوط لازم كل الإيه الشروط بتاعتي تتحقق. فهنا ده بيريتيرن ترو لو كان كل اللي أنت بتديهوله ترو. الأور ده راجل قنوع شوية، هو بيريتيرن ترو لو اي حد ايه من اللي جاله ترو، هو عاوز ياكل الاكله الاولانيه او الثانيه او الثالثه، فلو اي واحده منهم موجوده هيبقى ساتيسفايد او مبسوط. الاكزور هو ده راجل بيكي شويه، بمعنى ايه؟ ان هو بيريتيرن ترو اف اند اونلي اف وان ارجيومنت از ترو، يعني هنا لا، ده احداهما واحداهما فقط، يعني مش هينفع الاثنين يبقوا ترو. هناخد امثله توضيحيه اكتر قدام، ولكن ده بشكل ايه مبسط، احداهما فقط من المدخلات بترو يريتورن ليا ترو. وانما الاور لو كان واحد منهم بترو خير وبركه هيريتورن ترو، لو كانوا كلهم بترو برضو مش هيقول لا. اخر حاجه هي النوت. النوت دي بتعكس، يعني لو اللي داخل لي ترو هيريتورن فولس، لو اللي داخل فولس هيريتورن ترو. طيب مبدئيا كده هو يعني ايه arguments، يعني ايه اللي داخل لي؟ احنا عمالين نقول ايه الفانكشن بتاخد حاجه. الارجيومنتس عموما في الاكسل ممكن يبقى سيل ريفرنس او نيوميريك او تكست فاليو او بوليان فاليو، او زي ما هنشوف كومباريزون اوبريتور. اي حاجه من دول ممكن تبقى ايه، تبقى ارجيومنتس للاكسل فانكشن. اللوجيكال فانكشن تحديدا انت ممكن تدخل لها اي حاجه، لكن لازم الارجيومنتس دي في الاخر ينفع انها تتحسب يا ترو يا فولس. جميل. في الحالة دي لو انت عندك الانبوت بتاعك بس تكست فاليو او امبتي سيل، الفاليوز دي هيطنشها. ولو موجودة ولو هي ارقام، في الحالة دي اي حاجة غير الصفر هتبقى ترو، واي حاجة صفر هتبقى فولس. يعني انت لو جيت قلت له اند 2 و5، هو هيفترض الاثنين ده ترو والخمسة دي ترو. قلت له اند 2 وصفر يبقى ترو وفولس، كانك بتعمل اند ما بين ترو وفولس. جميل. لكن المنطق ان احنا مش هندخل ايه؟ احنا مش هندخل ارقام صريحه ولا هندخل عبارات نصيه صريحه، هنحاول دايما ندخل عمليه مقارنه، حاجه طالعه من عمليه مقارنه، هل الرقم ده اكبر من 7؟ دايما هندخله حاجه اجابتها تنفع ترو اور فولس. ولسه قايلين ان ممكن يبقى واحد من ضمن الانبوتس بتاعتي سيل ريفرنس. سيل ريفرنس يعني نكتب حاجه بالمنظر ده، اند وبعدين هنا A1 لA5، A1 لA5 يعني ابدأ من أول العمود نمرة A1، يعني على سبيل المثال هنا في الرسمة اللي معانا دي، هنا ده A1، يبقى من أول A1 لحد A5 اللي هم دول. أو لو إحنا عاوزين نعمل حاجة كده أبسط شوية، ممكن تيجي هنا تقول له مثلا True، أوكي، وبعدين هنا كده إيه False، وبعدين هنا كده True، وبعدين تيجي تقول هنا إيه And، وبعدين تيجي تفتح القوس وتقول له إيه اعمل لي اند لدول كده كلهم، وتقوم تشد كده ايه بالماوس، تعمل دراج اند دروب، او تكتب R5 لR7. R5 طبعا هنا العمود ده R زي ما احنا شايفين، ومن اول السطر نمره 5 لحد السطر نمره 7، واقفل كده. ايه اللي هيحسبه لي دلوقتي؟ هو مسك كل دول عمل ما بينهم اند كونديشن، ترو فولس ترو. طبعا لسه قايلين ان الاند مش هتريتيرن ترو غير لو كان كل اللي داخل ليها ترو، وبالتالي الحاله بتاعتنا لا، في واحده منهم فولس فقام ريتورن ليا فولس. ممكن اجي اقول هنا ايه، لو خليت ده ترو اللي حصل تلقائي بقى الاند بتاعتي ترو. طبعا لو خدنا بالنا انا كل خليه بدوس عليها دي القيمه اللي مكتوبه، ده ترو ده ترو
وده ترو، لكن اللي تحت ده عباره عن ايه؟ لا دي حاجه بتتحسب، دي اند ما بين ايه؟ ما بين R1 R5 لحد R7. فهنا انا استخدمت الريفرنس عشان خاطر ايه؟ احسب اعمل مدخل للداله المنطقيه بتاعتي. جميل. ايه هي الاوبريتورز بقى بتاعت اللوجيكال تيست؟ في المنطق يعني احنا مش هندخله ارقام، يعني مش هكتب له مثلا، يعني انا ممكن، محدش هيقول لي لا، يعني لو جيت قلت مثلا هنا بتساوي 5، فهو اتعامل مع الخمسه على انها ترو زي ما احنا لسه قايلين. ولو انت جيت كتبت هنا ده بيساوي صفر، هيتعامل مع الصفر ده على انه ايه؟ فولس. هيقول لك ترو اند فولس اند ترو، هيديني فولس لان واحد منهم بقى فولس. لكن يعني مش منطقي ان انا هدخل ليه ارقام، المنطقي ادخل حاجه ناتجه من عمليه مقارنه. يعني على سبيل المثال هنا احنا عندنا هنا كده ايه؟ احنا عندنا هنا كده عمليات المقارنه او الكومباريزن اوبريتورز، اللي هم ايه؟ اقل من، اكبر من، اقل من او يساوي، اكبر من او يساوي، يساوي ولا يساوي. يعني ممكن مثلا اعمل حاجه زي ايه؟ ان انا اجي انا عندي مثلا عمود هنا اسمه بوينتس سكورد ان لاست جيم، فاجي اقول ايه؟ قارن لي النقاط اللي انت خدتها في اخر لعبه دي ب 10، شوف الراجل ده لعيب ولا لا. فنقول هنا ايه؟ بتساوي، حط علامه ايكوال دايما لما ببدا اي فورمولا، واجي اقوم اختار الخليه بتاعتي هنا ايه مثلا؟ 5. اوكي، واجي اقول هل هي اكبر من 10 مثلا؟ فايه اللي حصل هنا؟ ريتيرن فولس. ليه؟ لان هنا الرقم بتاعي 6. يبقى انا دلوقتي انا بسال نفسي سؤال، هو بالظبط عامل زي سؤال ايه؟ از، اللي هو اجابته يا يس او نو. از البوينتس اللي موجوده هنا دي اكبر من 10؟ فقال لي لا، فولس، نو، مش صح. طب لو جينا كده وحطينا نفس السؤال هنا ايكوال، وبعدين جيت قلت له هنا ايه؟ اي 6، وقلت له اكبر من 10، ايه اللي حصل دلوقتي؟ ريتيرن ترو. ليه؟ لان اللي موجود في اي 6 هو ايه؟ هو 13، 13 اكبر من 10 طبعا. وهكذا. طبعا ممكن تكتب اسم الخليه او ممكن تروح لها، في الحاله بتاعتنا بس هو ايه؟ هو حط اسم التيبل عشان هو فورماتد بشكل معين. انت لو اسهل بالنسبه لك ممكن تيجي تقول له هنا ايكوال، وتقول له ايه كده؟ خلاص ايكوال اي 7 اكبر من 10. في الحاله دي هل البوينتس اللي موجوده في السطر السابع اكبر من 10؟ لا، 9. وطبعا ممكن تريح دماغك وتيجي ايه؟ تعمل دراج اند دروب، فتطبق الكونديشن على كل الايه؟ الصفوف بالتتابع. طبعا اللي حصل عنده ترو هنا لو جينا بصينا، هنا ده جايب 19، فده اكتر من 10. يبقى عمليات المقارنه دي انا بستخدمها عشان اتحصل على نتيجه منطقيه في الاخر تديني ترو او فولس. بعدين انا بيبقى عندي الشروط اكتر تعقيدا بعد كده. يعني انا في الغالب مش هبقى عاوز اعمل العمليات اللي على الاكسل شيت بتاعي، ان انا مجرد هشوف هل اللعيب ده جايب نقاط اكبر من 10، او هل مثلا لو بعمل احصاءات على طلبه هل الطالب جايب مثلا اعلى من 50 في الماده دي؟ لا، مثلا انا اشوف هو ناجح في كل المواد ولا لا. فهل هو جايب اكتر من 50 هنا، وجايب اكتر من 50 في الماده الثانيه، وجايب اكتر من 50 في الماده الثالثه، ودي اللي هي ايه؟ اللي هي الاند. فلما احب اعمل كومباوند كونديشنز، يعني هنا انا عملت عمليه مقارنه واحده، طب لو انا عاوز ادمج اكتر من عمليه مقارنه، نبدا نستخدم بقى ايه؟ الدوال المنطقيه اللي هي اللوجيكال فانكشن. اول واحده منهم هي الاند، احنا لسه شرحناها من شويه بس تعالى نتكلم عنها تفصيليا. لو الاند دي دخلت لها حاجتين، يعني لوجيكال 1 مثلا ولوجيكال 2، وعاوز اشوف الناتج بتاعي هيبقى عباره عن ايه، انا اختصارا هكتب ايه؟ فولس فولس، هكتبها بحرف الاف كده. الاحتمالات المختلفه يا اما الاثنين فولس، يا الاولاني فولس والثاني ترو، يا الاولاني ترو والثاني فولس، يا الاثنين ايه؟ يا الاثنين ترو. انا بالنسبه لي كاند بقى هطلع ايه؟ انا هنا لو انا بقول ان انا اللي هيطلع لي ده اللي طالع من الاند، فالاند لو فولس فولس هتديني فولس، لو فولس ترو هتديني فولس، لو ترو فولس هتديني فولس، ترو ترو هتديني ترو. يبقى الحاله الوحيده بس اللي هتديني فيها ترو هي امتى؟ هي لو كان كل اللي داخل ايه؟ all the logical arguments are true. احنا عملناها هنا في الحاله الخاصه ان داخل عندي two logical expressions، ممكن يبقى داخل عندي 3 4 10، مش مشكله، لازم كلهم يبقوا true عشان يديني true، غير كده ايه؟ غير كده هيديني false. فدي ايه؟ اول داله منطقيه بتعمل بيها شروط مركبه. فهنا الشرط المركب مثلا ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى مثلا ان انا ايه؟ ان هو جايب البوينتس دي مثلا اعلى من 10، والنمبر اوف الجيمز البلايد مثلا اكبر من 5، الاثنين مع بعض هتكتبها ازاي؟ هتعمل ايه؟ ايكو.
وبعدين تكتب الاول اند كونديشن المركب اللي انت عاوز تعمله وتفتح قوس. الكونديشن الاولاني عباره عن ايه؟ ان الاي 5 اكبر من 10. حلو، يبقى ده الكونديشن الاولاني. بعدين نحط كوما. ايه الكونديشن الثاني؟ ان اف 5 اكبر من 5. ايه 5 دي اللي هي ايه؟ دي النقاط اللي انت اتحصلت عليها في اخر اللعبه. بص حتى هو ملون لك كده، واحده بالازرق والثانيه بالاحمر. واف 5 ده عدد اللعب اللي انت اصلا لعبتها اكبر من 5. فلو الاثنين معا ترو اديني ترو. انا كده يعني انا كاني بالعربي او بالانجلش انا عاوز اجي اشوف اللاعب امتى بيبقى جايب اكتر من 10 في اخر لعبه ولعب اكتر من 5 العاب. عاوز الشرطين مع بعض. فطبعا اللاعب دون ايه؟ ما حصلش عنده الكلام ده. ليه؟ اللي هو اللاعب اللي هو كيني دون جايب فعلا لعب 6 العاب، فهو اكتر من 5، ولكن النقاط اللي اتحصل عليها 6 فهي اقل من 10، فشرط من الشرطين اختلوا فاداني ايه؟ اداني فلوس. انت عاوز تعمل ايه؟ شرط مركب في عدة عمليات مقارنة، وبعدين بتاخد الاند بتاعهم. فهنا اهو ممكن تتكتب بمثال زي الايه اللي احنا لسه كاتبينه، اند ان الA1 الخلية الA1 اكتر من او تساوي 10 كوما B2 اقل من 20. فانت عاوز ايه؟ الكونديشن ده هيديني ترو بس لو اللي موجود في الخلية A1 ده اكتر من او يساوي 10، وفي نفس الوقت اند الايه اللي موجود في الخلية B2 اقل من ايه؟ 20. غير كده هيديني فلوس. بعدين بنتكلم عن الاور برضو بنفس الطريقه. تعالى ناخد ايه اور بس ليها تو لوجيكال اكسبريشنز بس عشان نسهل على نفسنا كده فهمها الاول، وبعدين نعمم الكلام. فالاور ايه الاحتمالات الانبوت المختلفه؟ يا الاثنين فولس، يا الاولاني فولس والثاني ترو، يا الاولاني ترو والثاني فولس، يا الاثنين ايه؟ يا الاثنين ترو. الاور بتديني ترو امتى؟ لو اي واحد من الانبوتس بترو. فهنا الاثنين فولس فده هيديني فولس، فولس وترو يبقى ترو ترو ترو، يبقى اي واحد منهم بقى ترو او حتى الاثنين هيديني ترو، فهي دي الاور. مثال اور برضو نفس الكلام، A1 اكبر من يساوي 10 و B2 اقل من 20. هنا اي واحد من الاثنين دول يتحقق ساعتها هيديني ترو. يعني لو كان الA1 بس هو اللي اكتر من او بيساوي 10، او ان الB2 هو اللي اقل من 20، يعني ده او ده، فانا هنا ايه؟ او ان الاثنين معا مفيش مشكله، يعني ممكن الاثنين مع بعض زي الفل، خير وبركه، جميل. بعدين بنتكلم عن الاكزور. الاكزور دي اختصار كلمه اسمها اكسكلوسيف اور. فاكسكلوسيف كلمه اكسكلوسيف دايما نسمع عنها كده في الاعلانات في اي حاجه حصريا. فاكسكلوسيف يعني لا حاجه حصريه، فهي اور ولكن اور بشكل حصري. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا ناخد مثال لوجيك 1 لوجيك 2، وهنا ده الاكزور بتاعنا. فهنا لو برضو الاحتمالات المختلفة، يا الاثنين فولس، يا الاولاني فولس والتاني ترو، يا الاولاني ترو والتاني فولس، يا الاثنين ايه؟ يا الاثنين مع بعض بترو. فالاكسكلوسيف اور هتقول لي ايه بقى؟ الاثنين فولس فولس اور، يعني اي واحد من الاثنين يديني بترو يبقى الناتج بتاعي ترو، بس هنا اي واحد من الاثنين واحداهما واحداهما فقط. يبقى لو فولس وترو تديني ترو. ليه؟ لان واحد منهم بترو وواحد بس. لو العكس ترو اور فولس، اللوجيك الاولاني هو اللي بترو والتاني فولس، برضه تديني ترو. طب لو ترو وترو هنا ده او ده بترو بس مش احداهما فقط، ده هنا هما الاثنين بترو، ففي الحاله دي تديني فولس. يبقى فرق الاكزور عن الاور ان الاكزور حصريه، لازم واحد واحد منهم بس هو اللي بقى بترو عشان يديني ايه؟ ترو. فهنا هي بتريتيرن فولس لو كلاهما او ولا واحد منهم بترو، اذروايز يديني ترو. يبقى لو كلاهما بترو هتديني فولس، لو كلاهما فولس هتديني فولس، انما لو واحد واحد منهم بس هو اللي بترو تديني ايه؟ ترو. برضه بنفس الطريقه عندنا اكزور برضه بيقول لك هنا الاي 1 اكتر من او يساوي 10 والبي 2 اقل من او بيساوي 20، فده هيديني ترو لو كان القيمه ال A1 هنا اكبر من او يساوي 10 او القيمه اللي في B2 اقل من 20، ولكن مش الاثنين مع بعض. جميل. بعدين النوت، النوت من اسمها هي سهله، النوت بتعمل ايه؟ بتعكس. فانت لو مديها اللوجيكال بترو هتريتيرن فولس، ولو مديه له فولس هتدينا ايه؟ ترو. بسيطه جدا يعني. وطبعا بيقول لك هنا ايه؟ ان اللوجيكال ارجيومنت كان اولسو بي وان اوف ذا لوجيكال فانكشنز ساتش از اند اور اف. احنا بقى ممكن نعمم بقى الكلام ده، بمعنى ايه؟ انت ممكن تعمل كونديشن مركب، يعني ممكن تعمل اند ومعاها اور،
يعني مثلا ممكن نقول ايه، انا الراجل ده هقول مثلا عليه لعيب لو كان مثلا النقاط اللي حصل عليها 10 اكبر من او 17 ولعب 5 مباريات، او ان وزنه قليل، فممكن الكونديشن ده اخليه مركب شويه، فهو محطه اور بره خالص كده، وهو الاور الحاجه اللي هترجع لي من الان كما ان وزنه قليل، ان الويت ده مثلا ايه اقل من مثلا وليكن مثلا اقل من 90 مثلا. فلو ده او ده حصل، فهنا ايه اللي حصل؟ يعني الراجل ده مش محظوظ، يعني الويت بتاعه كمان اكتر من 90 والنقاط اقل من 6، فده لا مش هقدر اقول عليه لعيب. ان مثلا لو اخذنا مثال زي المثال ده 88، فالراجل دون على الرغم ان هو يا دوبك بس لعب 4 العاب وتحصل على 3 نقاط بس، ولكن لحسن حظه هو وزنه اقل من 90 فاللي طلع لنا ايه ترو. الدرس المستفاد هنا بس ان انا ممكن اعمل كونديشن معقد شويه زي اللي احنا كاتبينه فوق. احنا ممكن بدل برضو ايه، خلينا نقول هنا كده الويت دي خلينا نكتبها احسن بمكانها اللي هي جي 5. اوكي، وتعالوا نشد كده عشان يبقى سهل ان انت تقرا ايه الكونديشن. فالكونديشن هنا ايه اور، بس داخل لها ايه حاجه جايه من اند وبعدين ايه كومباريزون عادي جدا. فالدرس المستفاد ان انا كمان ممكن اعمل تراكيب كومبوزيشنز، يعني اخد حاجه جايه من اند اديها الاور، اخد حاجه جايه من اور اديها الاند، والعكس ممكن كل الكونديشن ده كده عكشه. فانا عاوز اجيب الناس اللي مش لعيبه، فاقوم حاطط ايه نط عليهم كلهم، ادي نط وداخل لها ايه كل الحاجات دي. فدلوقتي لو انا مسكت الكونديشن ده كده اللي فيه النط، ايه اللي هيحصل؟ وشديت كده وشديت، لو تاخد بالك كده وانا بمشي كل حاجه ايه بتتعكس، تمام؟ فالراجل هنا اداني ترو اللي هو مش لعيب بقى، لا وزنه اقل من 90 ولا الشرطين دول مع بعض ان هو لعب اكتر من 5 ونقاطه اكتر من 10، فلا لا ده حاصل ولا ده حاصل، قام اداني ايه ترو، فهنا انا عكست الايه الكونديشن. تاني بالتاكيد الهدف بس من الشرح بتاع دلوقتي ان انا ممكن اركب ايه اركب الحاجات، يعني نط اديها نتيجه بتاعت اور مثلا. جميل، فالنط هنا اهي نط A1 اكتر من 10، فهنا هيديني ترو لو الA1 اقل من او تساوي، العكس بقى يعني عكس عكس، وهيديني فولس لو الكونديشن بتحقق، يعني لو الكلام ده ترو يقوم يديني فولس، لو الA1 اكبر من 10 هيديني فولس مش هيديني ترو. وزي ما لسه شارح انت ممكن تعمل تراكيب، يعني ممكن تيجي تقول نوت اند اي 1 اكبر من 10 وبي 2 اكبر من 20 اقل من 20، فهنا الاثنين دول مع بعض يحصلوا عشان يديني ايه ترو، تخش على نوت تقوم تديني فولس، يبقى هي الفولس هتحصل امتى؟ لو التو كونديشنز دول اتحققوا. جميل، بعدين بقى عندنا الاف. الاف بقى انت عاوز تاخد قرار، يعني دلوقتي حلو لحد دلوقتي انا في نتيجه بتطلع لي، يا بتطلع لي صح يا بتطلع لي غلط، عاوز ابني عليها قرار، قرار مثلا ان انا احط في الخانه دي بيعرف يلعب او ما بيعرفش يلعب. يعني مثلا خلينا هنا كده ايه دلوقتي بما انا عامل نوت كونديشن يبقى القرار اللي انا عاوز اقول ايه ما بيعرفش يلعب، فانا عاوز اقول مثلا لو الكلام ده صح حط لي جمله مثلا ان هو ايه نوت بلاير، غير كده قول ان هو ايه بلاير. يعني انا بدل ما هي ظاهره عندي كده ايه، بدل ما انا ظاهر عندي ترو فولس، لا انا عاوز كلمه تتكتب كده شكلها لطيف، لو انت عاوز تعمل ملف احصائي بتسلمه لمديرك في الشغل او الشخص اللي بتوري له الداتا، ايه ترو فولس دي مش هو فاهم انت بتدور عليه، عاوز تقول له النتيجه من الاخر بيلعب بيعرف يلعب او ما بيعرفش يلعب مثلا. فانت نفسك تكتب حاجه زي كده، اعملها ازاي؟ بنستخدم بقى الاف كونديشن والاف ايرور والاف نوت ابليكابل. ايه دي بقى؟ فهنا الاف كونديشن دي الموست كومن كونديشنال فانكشن اللي هي بتست بارتيكولار كونديشن في الورك شيت، وبتعمل كالكوليشن حاجه معينه لو ترو وحاجه تانيه لو فولس. بتتكتب ازاي؟ اول حاجه بتدي له هنا اللوجيكال تيست، الاختبار الاحصائي اللي انت عاوز تعمله، على سبيل المثال هنا ده الاختبار الاحصائي، العباره المعقده الكبيره قوي اللي فوق دي. وبعدين فاليو اف ترو، لو الكلام ده ترو اعرض لي بعد اذنك نوت بلاير، لو الكلام ده مش ترو اعرض لي بعد اذنك بلاير. جميل؟ فهنا يبقى في عندنا تاني حاجه هي الكونديشن، يعني القيمه اللي هتتحط لو الكونديشن ده بترو، والقيمه اللي هتتحط لو الكونديشن ده ايه ده بفولس. فاللي حصل عندنا بان الكونديشن ده كان ترو فقام عرض لي ايه القيمه اللي في الاول اللي هي نوت بلاير،
تعالوا كده نشد، المفروض اللي بعديه يديني ايه؟ بلاير، لان ده كان فرصه، في الفرصه انا هعرض بلاير وهكذا. خلي بالك ان احنا اصلا مدينه شرط العكس، يعني مدينه النط، فلو الشرط ده اتحقق مش هيبقى بلاير، لو الشرط ما اتحققش هيبقى ايه؟ بلاير. ممكن تشد كده وتلاقي بدأ ايه؟ بدأ بدل ما كان كاتب ترو فولس بقى بيحط القيم، وده اجمل واحلى. خلي بالك ان برضو الفاليو اوف ترو او الفاليو اوف الفولس ممكن تبقى فورمولا، يعني ممكن تبقى حسبه بتتحسب، ممكن تبقى اند برضو، اللي انت عايزه براحتك. فعلى سبيل المثال هنا قال لك ايه؟ لو البي 2 اكبر من او بيساوي 1000 حط القيمه 100، لو لا لو فولس حط القيمه ايه؟ 50. مثال اخر، لا ممكن تبقى حسبه مش مجرد قيمه، لو البي 2 اكبر من او بتساوي 1000 اعمل ايه؟ اضربها في 1/10. طب لو لا مش اكبر من او بتساوي 1000 اضربها بس في 5/100. فهنا ايه؟ بي 2 اعمل عليها حاجه، فهنا بقى اكسبريشن مش مجرد قيمه يعني وخلاص. خلي بالك ان اللوجيكال فانكشن بتريتيرن مش فاليو لو نون اوف ارجيومنتس ايفالويت تو لوجيكال فاليو، يعني لو في غلطه مثلا فيقوم يعمل لك ايه؟ هاش فاليو دي، وهيريتيرن هاش نيم لو انت غلطت مس سبيلد الفانكشن نيم، يعني بدل ما تكتب مثلا اي اور كتبت او اي ار مثلا، او في الفيرجنز القديمه من اكسل ما كانش فيه عندنا اصلا يعني هنا بعض الفانكشنز اللي انت مثلا كانت موجوده مقتصره على فيرجنز معينه، يعني في الفيرجنز القديمه من اكسل ما كانش في حاجه اسمها اكزور، ده بدا يظهر في 2013، فلو كنت كتبته قبل كده هيقول لك هاش نيم، ايه ده انا ما اعرفوش اصلا. طيب ايه عدد الارجيومنتس بقى اللي انت ممكن تدخلها في عدد الارجيومنتس؟ حد 255 ارجيومنت ممكن تدخله طبعا، يعني انت اخرك هتحط 3 4 مثلا في الاسئله اللي احنا ممكن تتعامل معاها، فالموضوع يبقى ابسط. تعالوا كده ناخد اكسرسايز، عندنا الاكسل شيت اللي اسمه باسكت بول بلايرز دوت اكس ال اس اكس، عاوزين نعمل عليه ايه؟ اول حاجه افهم الداتا اللي موجوده، فهو الحقيقه ده الاكسل شيت اللي احنا شغالين فيه من الصبح، تعالوا كده نقراه تاني مع بعض. في عندنا هنا نيم، كولوم اسمه نيم، ده فيه اسامي اشخاص مختلفه هم بلايرز، باسكت بول بلاير، فاكيد دول اسامي لعيبه باسكت بول يعني. وهنا نمبر، فيه كود خاص بكل لعيب، هم مش مترتبين بالنمبر، وكل لعيب ممكن ده زي الاي دي او النمبر اللي هو اللي بيلبسه على التيشيرت مثلا، مكتوب عليه رقم 22، رقم 11، رقم 25. البوينتس اللي هو خدها في اخر لعبه، وعدد اللعب اللي لعبها، وزنه، عمره، الكليه اللي متخرج منها، وبعدين بقى حاطين له ايه؟ كذا عمود كده فاضيين، اكسلنس، هل هو شاطر؟ هل هو اليجيبل؟ هل هو ينفع يبقى لاعب اصلا ولا لا؟ كونتراكت، ممضي معاه عقد، الخطه بتاعته، التيمينج، التيم بتاعه. فعندنا هنا ايه؟ 5 اعمده كده فاضيين. وعندنا سطر كده في الاخر فيه 3 اصفار، لو قربنا جنب ال3 اصفار دول هنلاقي ايه؟ كاونت اف، لو جينا كده نحاول نكتب فيه جي 5 لجي 21. فين جي 5؟ جي 5 اللي هو من اول كيني، مطنش الشويه اللي فوق ماشي لحد جي 21، وبيقول لك عد اللي هنا وحط لي ترو ماشي، يبقى هو بيعد كاونت اف وترو، يعني بيعد لي كام واحد ترو في العمود ده، زيه هنا بس العمود كي، وزيه هنا بس العمود ال. جميل حلو، بس هو بادئ من ايه؟ بادئ من، مش من اول لعيب، بادئ من 5. جميل، احنا كده مسكنا الاكسل شيت فهمنا. جميل، ايه المطلوب بقى؟ بيقول لك احسب لي عدد اللعيبه اللي بينطبق عليهم الكونديشنز الاتي، البوينتس اللي سكورد في لاست جيم اكتر من او بتساوي اكتر من 10، مش او بتساوي اكتر من بس، اوكي، اند، طالما في كلمه اند يبقى هستخدم الاند فانكشن، النمبر اوف جيمز بلايد مور ذان 5، مور ذان برضو بس، يبقى ابدا اترجم الكلام ده ازاي؟ هو فين البوينتس اللي انا واخدها من اخر لعبه؟ البوينتس موجوده في العمود ايه؟ لو اتكلمنا عن اول لعيب هنا اللي هو اي 2، يبقى اي 2 تبقى اكبر من 10، اند، يبقى انا الكلام ده هدخله الاند كونديشن، يبقى هنا كده ايكوال اند، وادخلها اي 2 اكبر من 10، وايه الشرط الثاني؟ النمبر اوف جيمز بلايد، النمبر اوف جيمز ده موجود في الاف، يبقى الاف 2 اكبر من ايه؟ اكبر من 5. جميل، بس هو هنا مش عاوز بس تقول له ترو او فولس، انت عاوز تعد اللعيبه. جميل، فهبدا اكتب الكونديشن بتاعي من اول هنا كده ايكوال اند، وافتح قوس، اي 2 اكبر من 10 و اف 2 اكبر من 5، زي ما احنا لسه ايه كاتبين الكونديشن مع بعض.
اول ما انت دوست هو عمل اوتو كومبليت، هو كان فيه اوتو كومبليت موجود هنا، يعني كل سطر من دول اصلا هو متكبير من اللي فوق. حلو، اللي انا بس محتاج اعدله ان تحت هو يعني ايه في الديفولت بيقول لي من جي 5، لا انا عاوزه من جي 2 الحقيقه مش من جي 5، فهو خليها جي 2 وما ادوس انتر. فهنا قام جاب لي ايه، كان في لعيب في الثلاثه اللي فوق جاب ترو، فقام جاب لي عدد اللعيبه اللي ينطبق عليهم شرط التميز، هم ايه 6 لعيبه. ممتاز. The weight is less than 100 او العمر اقل من 25 eligibility، يعني كأنه واحد لسه هيبدأ الحياه المهنيه او ان هو يلعب او whatever، هو 25 لا ده eligible لمسابقه ما او بطوله ما ايا كان يعني. فهو عاوز حد وزنه يبقى اقل من 100 و او مش وي او يعني انت ممكن يبقى عمرك 30 لكن وزنك 90 فانت eligible، او عمرك 20 بس وزنك 150 eligible برضه طالما انت عمرك لسه صغير وهيحاول، او انت عمرك كبير ولكن وزنك صغير، فكلاهما ايه هيخليك إليه. فده او ده. فالمره دي تعالوا نكتب الكونديشن كده الاول مع نفسنا هنا. فهنا المره دي ايه، لا هو اور مش ان، فهنا اور. اور لايه بقى؟ تعالوا نفتح كده القوسين بتوعه. اول حاجه هنا الوزن، الوزن موجود فين؟ في جي، يبقى جي 2 انها تبقى اقل من 100، اقل من مش اقل من او بتساوي. والكونديشن الثاني او ان العمر، العمر موجود فين؟ العمر في الكولوم اتش، العمر اقل من 25 او ان الاتش دي ايه اقل من 25. فدي او دي، كلام جميل. فتعالى هنا ايه في الاليجابيليتي نيجي نقول ايكوال اور ونفتح قوس ان الوزن اللي هو ده اقل من 100 كوما او العمر، طبعا برضو ممكن نكتبها احسن ايه، طبعا هو هنا مسميها ممكن تعمل ات وتحط الاسم اللي موجود فوق، او احنا ممكن نخليه نكتبها ايه زي ما انتوا اتعودتوا عليها جي 2 اقل من 100 كوما العمر موجود في الاتش، اتش 2 اقل من 25 وندوس انتر. وبرضه هو عمل اوتو كومبليت. هنا الراجل ده عمره 25 فالحقيقه الكونديشن الثاني مش متحقق لان هو بالظبط ايكوال 25، بيقول لك اقل مش اقل او بيساوي، لكن هنا وزنه 77 فتمام بقى اليجيبل. الراجل ده 113 وزنه و28 فالشرطين مضروبين فولس، فاداني فولس. هنا ده 23 العمر اقل مع انه وزنه شديد، وزنه اكتر من 100 ولكن العمر اقل من 25 فاداني تو. هنا مثلا ده 30 سنه ولكن وزنه 88 وزنه اقل من 100 فاداني تو. جميل. بعدين the player is not from the year اقل من 2015 name it contract، يعني هنا عندنا الكونتراكت وبعدين هنا ايه هو مش من السنه اللي هي ايه not from the year اقل من 2015 name the column contract، الناس اللي هيعمل معاهم. طبعا لو جينا بصينا هنا كده هو فين هنا الير، مفيش حاجه خاصه بالير ولكن في العمر، فالعمر ده احنا ممكن نجيب منه ايه؟ ممكن نجيب منه لير، ولكن يعني 2015 ده زمن متقارب قوي. ف the player is not from the year اقل من 2015 وهنسميه الكونتراكت. طب هو الحقيقه في عندنا تو كولومز بس، ده كولوم سي، فاحنا في عندنا تو كولومز في الاول، ففي عندنا كولوم A وكولوم B. فكولوم ايه ده فيه السنه اللي هو مثلا بدا ينضم فيها الفريق او كده، وفي عندنا التيم اللي هو الفريق اللي هو فيه اصلا. فطبعا هنا لما نيجي تاني للحسبه بتاعه الكونتراكت فهنلاقي ان احنا عاوزين ايه، لو هو مش بدايه اللعب بتاعه تحت 2015 ساعتها ايه هنخليه هنعمل معاه الكونتراكت. فخلينا كده نكتب الكونديشن the player is not from the year اقل من 2015، فهنا نوت بمنتهى البساطة. وبعدين ايه هنيجي نحط الكونديشن بين القوسين كده نوت فروم ذا يير اقل من 2015، يبقى الكونديشن هنا الير موجود فين؟ موجود في الكولوم ايه، يبقى ايه 2 مثلا ايه اقل من 2015، ايه 2 اقل من 2015 تديني ايه ترو، لما احط نوت يقوم يعكس لي ايه، يقوم يعكس لي الكونديشن. فهنا لما نيجي في الكونتراكت هنكتب ايكوال نوت ايه 2 اقل من 2015، ده نكتبها في السطر ده.
فهنا ادتني فولس. ليه؟ لان الراجل ده من 2010 فعلا، هو اقل من 2015، فعكس الكلام ده ايه؟ هيبقى فولس، ما ترو. انما ده مثلا معايا من 2022، فده يعني ايه لسه عامل معاه جديد يعني، فقدامه المفروض يديني ايه؟ قدامه ام اداني ترو. كلام جميل. بعدين وطبعا مع كل واحده لازم نطمن هو انا عاوز عددهم في الاخر، وطبعا ناخد بالنا ان هو طبعا ايه خليها من اول كي 2، وهنا برضو من اول ايه من اول ال 2، او ممكن طبعا انت ممكن تريح دماغك وتعمل ايه تاخد من هنا كده وتعمل دراج اند دروب، هو تلقائيا هيابلاي نفس الفورمولا اللي هنا، ولكن بدل ما هي من كي 2 لكي 21 تبقى من اول ايه ال من العمود اللي جنبها ال 2 اللي هو بتاع الكونتراكت ال 21. طيب بعد كده عندنا البلان، لو البلايرز تي شيرت نمبر از ليس ذان 50 خليه في الاتاك، غير كده حطه في الايه في الديفنس، وسمي ده الخطه بتاعتك. احنا عندنا في هنقسم اللعيبه لفرقتين او لدورين لخطتين، يا اما دفاع يا هجوم، لعبه باسكت بول بقى، ففي ناس ورا وناس قدام. فكل اللعيبه اللي التيشيرت بتاعهم اقل من 50 دول اتاك. طبعا هنا يبقى هنستخدم ايه؟ هنستخدم الاف كوندش، هنقول هنا الكلام ده ايكوال اف، وبعدين هنا كده ايه بكتب كونديشن، وبكتب حاجه لو الكونديشن هنا ترو، فاليو لو ترو، وفاليو لو فولس. طبعا الفاليو هنا في حاله الترو لو انا خدت الكونديشن بتاعي اللي هو التيشيرت نمبر، التيشيرت نمبر ده فين؟ ده اللي هو نمره دي، يبقى ده النمبر فعلا بتاع رقم التيشيرت. لو الدي اقل من 50، دي 2 مثلا لو احنا عاوزين نبدا من الاول، خليه ايه خليه اتاك. اوكي انا هكتبها ايه اختصارا، لو مش كده خليه ايه ديفنس، اكتبها دي اختصار. فتعالى كده نكتب الكونديشن عندنا هنا، هنيجي نقول ايه لو ايكوال اف، وبعدين اكتب الكونديشن. الكونديشن هنا ايه، ان التيشيرت اللي هو دي، او خلينا نكتبها دي 2 اقل من 50 كوما ايه بقى اتاك، لو الكونديشن ده صح، غير كده ايه ديفنس. تعالوا كده ايه اللي حصل، ده اتاك. ليه؟ لان التيشيرت بتاعه 23، اللي تحت منه ايه 58 اعلى، فبقى ديفنس. طبعا هنا مش يعني ايه مش هحسب عدد حاجه. جميل. if the players is from the college، الا بقى لو عاوز احسب مثلا الناس اللي هم في الهجوم مثلا او كده، فممكن اعمل نفس الكاونت اف دي، بس مش هقول ترو بقى، لا انا هقول ايه عد لي من اول ام 2 لحد ام 20، لكن عد لي الشويه اللي في الاتاك مثلا يعني، فعد لي الشويه اللي في الاتاك، فهو مكتبها كده. فقال لي اه ده في 9 في الاتاك، يبقى اكيد الباقي ايه في الدفاع. جميل. اخر حاجه مطلوبه هنا معانا، لو البلاير من جامعه اوبرون او ايوه او اوريجن، بليس هيم ان تيم 1، اذروايز بليس هيم تيم 2. فبرضه هنا انا عاوز اكتب ايه ايه هو التيم، بس هنا الكونديشن بتاعي يعني من جامعه كذا او كذا او كذا، فهي اور، وخلي بالك هنا اور اكيد ما فيش حد هيبقى في الثلاثه مع بعض. فالاول انا عاوز احسب اور كونديشن، يبقى الكونديشن اللي فوق اللي هو كان التيشيرت اقل من 50 ده كان كونديشن سهل، هنا الكونديشن بقى كومباوند شويه بقى اور، والجامعه بتاعته الجامعه هنا عندنا ايه الجامعه موجوده فين؟ موجوده في اي، يبقى اور. هكتب هنا كده ايه اي 2 بتساوي ايه الاول، بتساوي اوبر اوبر اوبرن كوما اي 2 بتساوي ايوه، انا بكتب بس اختصار اي كوما اي 2 بتساوي ايه، بتساوي اوريجن. فده كده كونديشن، ده كده الاور بس لوحدها يعني، لو عملت كده ده هيبقى الاور. تعالى كده نكتب الكونديشن بتاع الاور الاول، فهنا هنيجي نقول ايه اور اي 2، اوكي اي دي اللي فيها الجامعه اهي، اي 2 بتساوي ايه بقى الاول اوبر، اوكي. وطبعا ده سترينج، فبنحطه ما بين ايه علامتين كده التنصيص، كوما اي 2 بتساوي ايه ايوه، اوكي كوما اي 2 بتساوي ايه، بتساوي اوريجين. ايه اللي حصل هنا؟ ده ادانا فولس. ليه؟ لان ده من اريزونا، لا من ايوه ولا اوريجين ولا اوبرن. طيب ده هنا ادانا ترو لان ده في اوبرن فعلا، واحد ده ادانا ترو لان ده في ايوه، ده في اوريجين اداني ترو، ده هنا اوهايو ستيت فاداني فولس، وهكذا.
بس مش هو ده اللي انا عايزه. انا عاوز لو هو في اي جامعه من الجامعات دي، بتخرج من اي جامعه من الجامعات دي، ساعتها هخليه في التيم الاولاني، غير كده خليه في التيم التاني. يبقى ده كونديشن تبع مين؟ ده تبع اف. يبقى في اف ستيتمنت انا هعملها الاول، لو الكونديشن ده بترو خليه ايه؟ خليه في التيم واحد، يبقى نحط هنا واحد، غير كده خليه ايه؟ خليه في التيم نمره اتنين. شوف احنا ايه؟ خدناها واحده واحده عشان نعرف نعملها بسهوله. يبقى الكلام ده كله هو ارجيومنت الاف. لو الاف تمام خليها واحد، لو غير كده ايه؟ خليها اتنين. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ده في تيم اتنين، يعني ده اريزونا، لا اوريجن ولا ايوه ولا ايه؟ ولا اوبرن. ده اوبرن فلا في تيم واحد، ده ايوه ففي تيم واحد. بس كده. وطبعا ممكن عاوز تعد الناس اللي في تيم واحد مثلا، لو انت عاوز تكاونت برضو بيقول لك كلهم كاونت، برضو خد الكلام ده كده وشده. لكن هنا هتيجي تقول ايه؟ انت بتقارن، بتعد اللي موجودين من اول ان 2 لحد ان 21 كلهم ان، ده اللي هو بتاع التيمينج، اللي هم ايه؟ في فريق واحد، فتقوم كاتب واحد هنا كده، فهو في 8 مثلا موجودين في فريق واحد. بس كده احنا خلصنا، وبالتوفيق.